تنضم إلينا أيضا ماري السالم المحللة المالية للشرق الأخبار من بيروت. أهلا وسهلا بك ماري. يعني اليوم افتتاح السوق السعودي وأسواق الإمارات كانت على ارتفاع ثم عادت للانخفاض، ما الذي يضغط على الأسواق اليوم برأيك ماري؟ يعطيك العافية فهد. يعني فعلا الافتتاحية كانت خضراء بالنسبة لجميع الأسواق تقريبا بشكل عام، ولكن يعني رغم الارتفاعات اللي كنا عم نشهدها بالأسواق العالمية بالأمس، الافتتاح تبع النفط صباح اليوم كان كمان على ارتفاع، ولكن مع عودت الصورة ورجعت رجعنا شفنا شوية تراجعات عليها. ممكن انه هي تكون ضغطت شوي على نفسيه المستثمرين بهذه الفتره، ترجعنا بلشنا نشوف نفس الضغط على المؤشرات الخليجيه. هلا الملفت انه في عندنا حركه تداول قويه بقلب الاسواق، يعني ما عم بيكون في عندنا احجام تداول ضعيفه، ولكن الاحجام القويه بتكون بالمنحى الايجابي مش بالمنحى السلبي. يعني اذا بنطلع على مالتي بلاي او بنطلع على اي اتش سي اللي هي اكبر اسهم، اكثر اسهم تداولا اليوم من ناحيه القيمه، هي على ارتفاعات. هلا الضغط عم بيكون من القطاعات الرئيسيه، قطاع البنوك وقطاع العقارات بالامارات مثلا، اعمار اميرت ام بي دي، الدار، فاب، هي هيدي الاسهم يلي عليها تراجعات، ولكن احجام التداول منا مخيفه بعد. يعني بعدنا عم نشوف نوع من التداولات الفرديه اذا بدنا بقلب الاسواق، والحركه طبيعيه. يعني ما فينا نقول انه في هلع في مكان ما، او ممكن انه يكون في شيء كثير كبير هو اللي عم بيضغط على الاسواق. هلا في نتائج شركات صدرت بالسعوديه، يعني مثل ما ذكر الزميل عماد في نتائج بنوك جميعها صدرت، وبالامارات تقريبا في ترقب للقطاع العقاري بعد انه يصدر نتائجه، فطبيعي انه نضلنا عم نشوف نوع من القلق او الحذر عند المستثمرين. شكرا لك ماري على هذه التحديثات حول الاسواق الخليجيه والاماراتيه.